يعني حتى هذه اللحظة نتحدث عن تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة خرجت من حاجزي سالم إلى الغرب من مدينة جنين، وتعزيزات عسكرية إسرائيلية خرجت من حاجز الجنمة شمال جنين برفقة جرافتين عسكريتين إسرائيليتين. هذه التعزيزات هي لتأمين القوات الخاصة. سرايا القدس كتيبة جنين تقول بأنها اكتشفت تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين وتحديدا إلى الأطراف، وهنالك تم إمطار وفتح النيران بشكل مباشر باتجاه هذه القوة التي تحاصر منزلا في هذه اللحظات. والدوي صافرات الإنذار في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. هذه المرة الثانية خلال أسبوع لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتحم بها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يقول بشكل واضح في تقرير أولي أن القوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنشط في هذه اللحظات في مخيم جنين، وعن مزيد من التفاصيل ستقدم لاحقا. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية يأتي بهدف اعتقال مطلوبين داخل طبعا مخيم جنين. هنالك طبعا محاصرة لأحد الشبان الفلسطينيين، وطبعا العمل ميدانيا على إغلاق أحد مداخل على إغلاق مداخل عفوا مخيم جنين بشكل تام، بالإضافة إلى طبعا تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على تواجده في هذه اللحظات في محيط الأطراف الغربية من المخيم، وعدد كبير من الآليات بدأ يصل في هذه اللحظات باتجاه الساحة الرئيسية. طبعا هنالك اندلاع لاشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحديث عن استهدافات في هذه الأثناء داخل مخيم جنين. طبعا أثناء الاقتحام ونتيجة الاستهدافات المباشرة تعطلت آلية عسكرية إسرائيلية كما يردني في هذه اللحظات على شارع الناصرة إلى الشمال من مدينة جنين، وهذه الآلية واحدة من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية التي دخلت من حاجز الجلمة باتجاه مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بمعنى أننا أمام عملية عسكرية متتالية. هذه تأتي بعد الاقتحام الأول أو بداية هذا الأسبوع لمخيم جنين، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، ومجددا تعاود قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين، بمعنى أننا نشهد نشاطا وتكثيفا في العمليات الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. والمعلومات التي تردنا من مخيم جنين هي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزل الأسير محمد غينغية داخل مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة، ولربما بعض الأنباء بدأت تتحدث عنهم تتحدث عن تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين في هذه الأثناء، لكن من المبكر الحديث عن هذه التفاصيل فيما وأن العملية لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في منطقة ساخنة وسط اشتباكات مسلحة، وكذلك أيضا انفجارات واستهدافات بعبوات هاتفة للآليات العسكرية الإسرائيلية. طيب خالد، يعني فيما يتعلق ببداية عملية الاقتحام، هل أطلقت إسرائيل أي تحذيرات أم أن هذا الاقتحام جاء بشكل فجائي؟ مثل هذه الاقتحامات تتم عادة بهدوء وبتمويه وبسرية عالية دون تحذيرات ودون سقف إعلامي ووسائل إعلام ودون أي لفت لأي شيء ميداني، فيما وأن الاعتماد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هو على عنصر المباغتة وتسلل المحادثات الخاصة عبر مركبات ليست عسكرية إسرائيلية باستخدام مركبات شحن ثقيل تحمل عدد كبير من الوحدات الخاصة تصل إلى المكان تفرض
حصار على المنزل وتباشر مهمتها في تنفيذ عملية الاعتقال أو التصفي أو الاغتيال. عند اكتشاف أمر هذه القوة يتم الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية من محاور مدينة جنين المحيطة طبعا بموقع بالموقع المستهدف، وبالتالي شاهدنا خلال الدقائق الماضية الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كثيرة من حاجز زي سالم وكذلك الجلمة باتجاه مخيم جنين، تشارك فيه على الأقل جرافتين عسكريتين في هذه مخيم جنين شمال الضفة الغربية. يعني التواجد الفلسطيني في المناطق التي دخلتها إسرائيل حتى الآن هل هو كبير؟ هل التزم الناس بيوتهم أو وحداتهم داخل المخيم أم أنهم منتشرون في لحظات الاقتحام؟ لم أسمع السؤال جيدا. أتحدث هنا عن التواجد الفلسطيني، تواجد المواطنين الفلسطينيين واللاجئين في المخيم، هل هم منتشرون أم أنهم يلزمون بيوتهم مما يقلل من الاحتكاك؟ يعني تستمعون لي؟ نعم أسمعك خالد. نعم، يعني بطبيعة الحال هذه ساعات الصباح، ساعات الذروة، ساعات توجه المواطنين الفلسطينيين إلى أعمالهم. الساحة الرئيسية عادة في المخيم ووسط المخيم والمناطق المحاذية في المخيم في محيط مستشفى جنين الحكومي هي يعني ساعة الذروة، ينشط فيها المواطنون التوجه إلى أعمالهم، التوجه إلى الأسواق في مدينة جنين، وهناك بعض المحال والعمل مستمر بطبيعة الحال داخل المخيم لإعادة تأهيل الشوارع والطرق وخطوط الكهرباء منذ الاجتياح الأول في 3 يوليو الشهر المقترب. وبالتالي نحن أمام طبعا استمرار لهذا الاقتحام الإسرائيلي. الحديث طبعا وفق تقديرات محلية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بنحو 50 آلية عسكرية إسرائيلية إلى محيط مخيم جنين في إطار نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات. وسائل الإعلام العبرية تتحدث على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من اعتقال مطارد في هذه اللحظات من منزله داخل مخيم جنين، لكن لم تتضح الصورة حتى هذه اللحظة. تؤكد طبعا سرايا القدس بأنها تواصل استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص العبوات في هذه الأثناء داخل مخيم جنين. إذن خالد بدير مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.